هذا صوت واجي. شو بده بهالليل؟ قوم افتح شوف شو بده. اوكي. شو صار؟ هي اول مره بقول لك قوم من اول مره بتقوم. ما اول اخر بدي قوم. فلا شو عاد شارعك وايه ولا وايه ولا هيك احسن الي والك بالاذن. والله صدق المثل اللي قال جوزك على ما تعودي او ابنك على ما تربي. ولا ريش ما لبدنا من يعطينا الله يعطيك بدنا من يعطينا. لحروق فرق خير لخير خير يجيك يا ماما خير يجيك يا امي. هذا انا وجيه 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 ان شاء الله بعدك عم تبربر. بربر مين بينه بالبربارة يا فادي؟ في شي خطير عم بيصير. لخير خير يا وجيه خير خير يجيك يجينا ويجيك. لك هاتي لقلك هاتي شوفي لف شوف لف 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 بعد ولك لف لف شو عم تلف؟ لك شو بدي لف؟ شو بدك لف عمر عريش؟ ولك لف 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 لك لف ولف بعد شو لفيت؟ لفيت تمك انت شو بدك لفينا خير شو بدك لفينا يا خي ما لفيت لا لف خير لفينا خير خير شوف يا فادي نعم صار شيء هلا مش بالحسبان يا ماما. شو صار؟ مش بالحسبان يا اما شو صار وجيه شو صار دخيلك شو صار؟ فادي انا نايم بهالليل ما كان عم يجيني نوم. شو عملت؟ قلب بها التلفزيون. ايوه قلب بها التلفزيون. ايوه شوي شوي بيطلع خبر عاجل. شو ما فادوا؟ شو ما فادوا؟ ما فادوا انه هودي الجماعه اهله لشريف لملموا كل شيء في كاميرات بالحي بالشركات بالبنوك بالبنايات وعلى الطرقات كرمال شو ليشوفوا اذا مبين معهم شريف واخطر من هيك ليشوفوا مين خاطفوا يا ماما. الله لا يوفقوا. عشو خايف يا ماما؟ عشو خايف يا امه؟ عشو خايف؟ هذا بلك هون انت يا فادي ما بتعرف انه ما بتعرف انه صبري ملك الحديد بيكون بي لشريف بي لشريف يعني هيدا الزلبي ورجاله اذا عرفوا انه هون مخبى الصبي انه نحن اللي خاطفينه تعرف شو بيعملوا فينا يا ماما؟ رح يعملوا فينا امي لانه حبيبي ما كنا كلنا نحن دقيزه كنا مخبيين حبيبي شو هيدي؟ دقيزه دقيزه شباب دقيزه انا كنت عامل كلون والشباب والصبايا والولاد كلهم كل واحد كان بشكل اكيد بده يعرفونا اصلا. انت مين بيعرفك اصلا؟ ولا معك حياة فادي ولا انك ذكي انت طبعا انا برافو عليك عشو خايف عشو خايف عشو خايف برافو عشو خايف اصلا اصلا تعال لا اللي اللي انا خي هيدي القصة كلها بدي اخلص منها بكرة الصبح. كيف؟ انا خي رح اتصل بهيدا صبري له حبيبي هذا ابنك عنا تاخذه ويا دار ما دخلك شر حلو اوعى يا فادي اوعى يا ماما اوعى تغلط على الغلطة يا اولا خير نرجع للصفر يا فادي. لا شو ليش يا فادي بكم يقتلونا بعدين طبعاً بقول لك يا فادي ايوه انا هلا صرت مأكد 100% انه شريف بكره لحاله رح يفل من هون ويرجع لعند اهله. ليش متأكد الان؟ لانه يا فادي فكر فيها مزبوط انه في انسان طبيعي في ذرة عقل بمخه بيقدر يعيش ببيت في عائلة مثل هالعائلة يا ماما. اذا عائلة عافرت ليلة والله معه حق خذوا الحكمة من أفواه المهابيل. لو بتشوفي يا حياتي ملّا خبرية فأعنيها وجيه هلا. قال شو قال؟ قال شاف هيك على التلفزيون خبر عاجل انه عم يلموا كل كاميرات المراقبه بالمنطقه ويحضروها ليشوفوا مين خطف الصبي وليشوفوا هذا شريف وين هو. يعني لك يا حياتي انا برايي الشخصي من بكره الصبح لازم هذا الصبي يكون ببيته والا كلنا سوا رح ننام برات بيتنا. والله لقلك قومي لنوعيه هلا ونجبره يخبرنا وين بيته ونحطه بالسياره وندبه قدام باب بيته ونفل ويا دار ما دخلك شر. شو قولك حياتي؟ شو بنعمل؟ ما
انا الوعي؟ لا بده مين يوعيها؟